السلام عليكم. بإذن الله إن شاء الله هنتابع في المحاضرة دي إذا ربنا أراد ما بدأناه في المحاضرة السابقة، وهو الحديث عن نظرية النفقة النسبية لريكاردو. إحنا كنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن النظرية دي بالذات تحديدا ممكن نسميها النفقة النسبية أو الميزة النسبية Comparative Advantage أو Comparative Cost. بس خد بالك، لو اتكلمنا عن النفقة النسبية يعني بنتكلم عن ساعات، يعني تكاليف. لو اتكلمنا عن الميزة النسبية يعني بنتكلم عن انتاج، يعني وحدات انتاج. عموما على اي حال هندي مثال بسيط خالص نشرح منه الفكرة بتاع النظرية. قدام سيادتك مثال لدولتين، يو كي اللي هي انجلترا ويو اس اللي هي الولايات المتحدة الامريكية. كان اليو كي عندها سلعتين، القمح والملابس، بتنتج في الساعة واحدة، وده من القمح، والملابس بتنتج وحدتين. ده بالنسبة لمين؟ لإنجلترا. أما بالنسبة لأمريكا فكان عندنا برضو نفس الحال، سلعتين بتنتج من القمح 6 وبتنتج من الملابس 4. ولو وجدنا إن الكلام ده يتفق مع الفروض اللي حطها أصلا ريكاردو، وهي إن كانت بتقول سلعتين وحدتين. عموما إحنا عايزين نعرف لو إحنا طبقنا النظرية السابقة اللي هي الميزة المطلقة، يا ترى التخصص هيكون ايه؟ ولو طبقنا النظرية التانية بتاع ريكاردو، يا ترى التخصص هيكون ازاي؟ نبدأ الأول بالمطلوب الأول، عايزين نحدد التخصص بناء على الميزة المطلقة. خد بالك احنا بنتكلم عن تجارة ايه؟ دولية. يعني ايه تجارة دولية؟ بتكلم على مستوى دولتين. يبقى انا في كل سلعة هبص في الحالة دي، بما اني مدي الدول افقي، يبقى هبص ايه؟ افقي، لان الدول في الحاله دي لو طبقت راسي كده بتكلم عن تجاره داخليه. اما انا عايز تجاره دوليه، فلابد هنا في الحاله دي هيختلف عن اللي كنا قلناه قبل كده، ان انا هبص في الحاله دي افقي مش راسي، لان الدول محطوطه على المستوى الايه؟ الراسي. طب تمام، عايزين نحدد التخصص بناء على الميزه المطلقه. تعال نشوف القمح. بص كده، القمح مين الاقل، الستة ولا الواحد؟ هنتلاقي الواحد. طب الواحد ده قبل مين؟ قبل اليوكي. معنى ذلك وفقا للميزة المطلقة ان اليوكي هتخصص في القمح. طب كده عرفنا القمح اللي هتخصص في انجلترا. نيجي بقى للملابس. الملابس نفس القصة، عندي 4 قبل الولايات المتحدة واتنين قبل انجلترا. مين اللي قال الاتنين قبل مين؟ قبل انجلترا. معنى ذلك ان برضو انجلترا هتخصص في الملابس. لذلك هنبص هنتلاقي ان دولة واحدة في الحالة دي هتخصص فين؟ في السلعتين. يبقى اذا نظرية الميزة المطلقة ما قدرتش تفسر الحالة دي. بناء عليه لجأنا الى نظرية بديلة، وهي نظرية النفقة النسبية او الميزة النسبية لايه؟ لريكاردو. طب كده جاوبنا على السؤال الاول. نيجي بقى للسؤال الثاني، وهو بيقول لك حدد التخصص بناء على الميزة النسبية اللي هي النظرية الثانية. خد بالك ان المثال اللي قدامك انتاج مش تكاليف. يعني ايه انتاج؟ يعني وحدات. فلو كان وحدات هنحسب التخصص بناء على الميزة النسبية، اما لو كان ساعات يبقى نحسب التخصص بناء على النفقة النسبية. وايا ما يكن، سواء كانت ميزة او نفقة، نفس طريقة الايه؟ الحساب. طب تمام، تعال نشوف بقى هنطبق ازاي الميزة النسبية في الحالة اللي قدامنا. نيجي الاول بالنسبة للولايات المتحدة اللي هي اليو اس. هنحسب الميزة النسبية للقمح والميزة النسبية لمين؟ للملابس. تعال نشوف الميزة النسبية للقمح. الميزة النسبية للقمح قيمته في الدولة على قيمته في الدولة الأخرى. ده أنا هحسبه لمين؟ لأمريكا. يبقى إذا قيمته في أمريكا على قيمته في إنجلترا، يبقى 6 على 1، هيطلع كام؟ 6. طب بالنسبة للملابس نفس اللي عملناه في القمح. قيمتها في أمريكا 4 وقيمتها في إنجلترا 2، نقسم قيمتها في أمريكا على قيمتها في إنجلترا، يبقى 4 على 2 هيطلع 2. طب الميزة النسبية للقمح طلعت 6، والميزة النسبية للملابس طلعت 2. خد بالك احنا بنتكلم عن ميزة ايه؟ نسبية. يبقى التخصص يتحدد بناء على الأعلى، لأن أنا بتكلم عن إنتاج. فمنطقي لو أنا بنتج سلعة هشوف مين الأعلى وأنتجها. أما لو كنت بتكلم، خد بالك، على عكس مين؟ النفقة النسبية. لو بتكلم عن النفقة النسبية هناخد مين؟ الأقل. الإيه؟ الأقل. طب تمام، طب كده جاوبنا على السؤال الأول، وجاوبنا عرفنا الكلام ده. نفس ما عملنا في الملابس هنعمل فين؟ في القمح. طب احنا عرفنا كده ان الولايات المتحدة تخصص فين؟ في القمح. اللي عملناه في امريكا
هنعمله فين؟ في انجلترا. هنحسب برضو الميزة النسبية للقمح، وهنحسب الميزة النسبية للملابس، والأعلى فيهم الدولة هتخصص فيهم. ولما حسبناهم وجدنا إن القمح طلع 16%، والملابس طلعت 50%، يعني 5 من 10. معنى ذلك إن الملابس هي الأعلى، يبقى إذن اليوكي هتخصص فيهم في الملابس. طب كده عرفنا إيه تخصص كل دولة، وعرفنا إزاي نطبق النظرية. طب نيجي بقى لمعلومة جديدة خالص، ازاي وفقا لهذه النظرية بنحدد الايه الربح؟ خد بالك، ده احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان الربح لا يتحدد الا بناء على معدل التبادل الدولي، وده قلناها ايه قبل كده. طب تمام، خد بالك بقى ان انا مديك، بقول لك معلومة جديدة خالص اهو، حدد ربح الدولتين لو كان معدل التبادل الدولي 6 دبليو. دبليو ده اللي هو ايه؟ القمح، من كلمة ويت، ل 6 كلوث، ل 6 ملابس، السي. تمام، ده معدل التبادل الدولي. الربح بشكل عام عشان احدده لاي دولة محتاج اعرف الداخلي والدولي. طب الداخلي اوتوماتيك موجود في المسألة، والدولي اوتوماتيك برضو موجود في المسألة. وخد بالك ان الدولي قدامك انتاج والداخلي انتاج، فمش محتاج احول اي حاجة طالما الاتنين انتاج. اما لو كان الدولي ساعات عمل او الداخلي ساعات عمل والدولي انتاج او العكس، في الحاله دي انا مطالب اعمل عمليه تحويل اللي اتعلمناها في المحاضرات اللي فاتت. تمام، ايا ما يكون بقى، تعال ازاي نحسب ربح اليو اس اللي هي ربح الولايات المتحده. انا قلت عشان الربح انا محتاج ايه؟ الدولي ومحتاج الداخلي. الدولي انا مديلك كام؟ 6 دبليو الى 6 سي. طب الداخلي من المساله كان كام في المساله؟ الولايات المتحده بتنتج 6 دبليو، وبتنتج من الملابس 4 كام؟ سي. يبقى هيبقى الداخلي عباره عن 6 دبليو الى 4 سي. ال 6 سي زي بعض، يبقى انا ماليش علاقه بيهم. ابص فين الاختلاف؟ موجود عند الملابس. الفرق بين الملابس كام؟ كان 6 والتاني 4، الفرق بينهم كام؟ 2. هو ده ربح الولايات المتحده الامريكيه. نيجي بقى نفس اللي عملناه بقى فين؟ في الولايات، هنعمله فين؟ في انجلترا. تمام، تعال نشوف انجلترا بقى. الدولي كان 6 دبليو ولا 6 سي، لكن لو بصينا بقى للداخلي، الداخلي الوضع مختلف. الداخلي كان كام؟ 1 الى 2. عايز اخليه زي الدولي. اخليه زي الدولي ازاي؟ انا عايز انتج ان الولايات انجلترا تنتج 6 دبليو. طب فلو فرضنا ان انجلترا كانت بتنتج اصلا واحده، عشان تنتج 6 دبليو محتاجه كام ساعه؟ 6 ساعات. طب تمام، الست ساعات دي لو احنا طبقناها على الملابس هتنتج كام واحده؟ شوف كده، هي بتنتج في الملابس وحدتين في الساعه. طب عشان تنتج تستخدم 6 ساعات في انتاج الملابس، معنى ذلك ان هي تنتج كام؟ 12 وحده. يبقى اذا الداخلي عشان تنتج 6 دبليو يقابلها كام من الملابس؟ 12 كلوس، ال 12 سي. يبقى اذا احنا عرفنا ان الدولي مدهولي 6 دبليو الى 6 سي، والداخلي حسبناه ان 6 دبليو عشان انتجهم لابد انتج قبلهم كام؟ 12 سي. طب تمام، برضو الدبليو متشابه، يبقى الاختلاف فين؟ في السي، والفرق بينهم هو ده الربح بتاع مين؟ اليو كي. طب كده خلصنا ربح الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفنا إن هي كسبت وحدتين، وعرفنا إن ربح اليو كي الفرق ما بين السي هينتج ست إيه؟ هتكسب 6 وحدات. طب كويس، بناء على الربح اللي إحنا حسبناه هنعرف نحدد المنطقة اللي بتحقق ربح للدولتين. نعرف نحددها. طب نحددها ازاي؟ تعال نشوف. نكمل بقى المعلومة اللي بعد كده. احنا قلنا ايه؟ عايزين نحدد المنطقة اللي بتخلي الدولتين يكسبوا من التبادل التجاري اللي ممكن يتم بينهم. خد بالك ان المنطقة دي بتتحدد بناء على ايه؟ بتتحدد على المنطقة الواقعة بين معدلي التبادل الداخلي للدولتين. طب كويس، احنا كنا حسبنا معدل التبادل الداخلي للولايات المتحدة 6 دبليو الى 4 سي، ومعدل التبادل الداخلي ليه اليو كي 6 دبليو الى 12 سي. معنى ذلك هي المنطقة ما بينهم هي دي المنطقة اللي بتحارب للدولتين.
ومعنى ذلك ان الربح الاجمالي للدولتين والفرق ما بين 4 سي الى 12 سي يعني كام؟ يعني 8 سي هو ده مكسب الاجمالي للدولتين من عملية التبادل التجاري اللي بينهم. معنى ذلك ان اي معدل تبادل دولي بيتم ما بينهم بحقق ربح لمين؟ للدولتين. طب كويس، كده عرفنا المنطقة اللي بتحقق ربح للدولتين، وعرفنا ازاي نحدد الربح، وعرفنا ازاي نحدد التخصص. يتبقى ان حذاري ثم حذاري من التعامل مع المسألة، ان انا لو اديتك انتاج اعرف ازاي احسب، ولو اديتك ساعات تعرف ازاي تحوله برضو وتحسب، او العكس. ممكن برضو احول الربح اللي فات للساعات، وممكن احوله الى الانتاج. يبقى انت فاهم الكلام ده، احنا شرحناه قبل كده، تكون عارفه والتعامل معاه ازاي. طب تمام، كده خلصنا نظرية النفقة النسبية لديفيد ريكاردو، وعرفنا النظرية دي ايه اللي فيها، وعرفنا ازاي لو كانت ميزة نسبية بنحسب التخصص، وازاي لو نفقة نسبية بنحسب التخصص. نيجي بقى للنظرية اللي بعدها، نظرية الطلب المتبادل انا مش عايزها. يبقى نظرية الطلب المتبادل الموجودة في الكتاب لجون ستوارت ميل انا مش عايزها. هنتكلم ان شاء الله عن النظرية اللي بعدها، وهي نظرية تكلفة الفرصة البديلة لواحد اسمه هابرلر. الراجل ده حط النظرية دي سنة 1936. طب تمام، خد بالك بقى، احنا النظريتين اللي قبل كده، او كل النظريات اللي قبل كده، سواء كان التجاريون، او سواء كان ديفيد هيوم، او سواء كان ادم سميث، او سواء كان ريكاردو، كلهم كانوا بيعتمدوا على شيء اساسي في تحديد قيمة السلعة، وهي ايه؟ نظرية العمل في تحديد القيمة. والنظرية دي بتقول ان بنحدد قيمة اي سلعة بناء على عدد ساعات العمل اللي استخدمناها في انتاج السلعة. وده معناه ان الانتاج بيعتمد فقط على عنصر الايه؟ العمل. من هنا ده كان الانتقاد الرئيسي اللي اتوجه للنظريات اللي فاتت كلها، وهي ايه؟ نظرية العمل في تحديد القيمة. والانتقاد ده لا شك كان مصدره حاجتين. اول حاجة، منطقي جدا ان انا عشان انتج اي سلعة ما بستخدمش عنصر عمل. على سبيل المثال، عشان انتج القلم انا محتاج ايه؟ محتاج عمال، ومحتاج آلات، ومحتاج ارض انتج عليها المصنع اللي انا هنتج بيه الاقلام، ومحتاج كمان مواد خام، ومحتاج اشياء اخرى. معنى ذلك ان في حاجات تانية بحتاجها في انتاج السلع بخلاف العمل. يعني الانتاج لا يعتمد على عنصر العمل فقط، ده في عناصر اخرى للانتاج، زي عنصر راس المال، وزي عنصر الارض، وزي عنصر التنظيم. بس احنا قلنا ان الكلاسيك عموما كان 3 عناصر انتاج فقط. طب ده اول انتقاد، ان ليه اعتمدت فقط في تحديد قيم السلع بناء على عنصر العمل، ده في عناصر اخرى زي راس المال وزي الارض. طب ده الانتقاد الاول. نيجي للانتقاد الثاني. الانتقاد الثاني بيقول ايه بقى؟ ان عنصر عمل غير متجانس. يعني عنصر عمل غير متجانس؟ لو سيادتك حبيت تذاكر كتاب الاقتصاد، بعضكم هيذاكر كتاب الاقتصاد في ساعتين، والبعض الاخر هيذاكر كتاب الاقتصاد في 10 ساعات. يبقى نفس الحاجة، وهي كتاب الاقتصاد كل منا ذاكرها بإيه؟ بعدد ساعات مختلف، لأنها قدرات. أهو دي معنى كلمة إن عنصر عمل غير متجانس. وحتى أنت كمان كشخص داخل الساعات اللي بتذاكر فيها قدراتك بتتفاوت. في الساعة الأولى ممكن تذاكر 10 ورقات، في الساعة التانية قدراتك تقل شوية، ممكن تذاكر ورقتين بس، في الساعة التالتة ممكن تذاكر نص ورقة. هو ده معنى كلمة إن عنصر عمل غير متجانس. يعني على أي أساس نعتمد على نظرية العمل في تحديد القيمة؟ وفي انتقادين رئيسيين بوجهوا إليها. فالراجل اللي هو هابلر فكر في بديل، فكان البديل هو نظرية تكلفة الفرصة البديلة. تم مبدئيا قبل ما نبدأ نخش في النظرية، لابد نكون عارفين إن تكلفة الفرصة البديلة خدناها من سنة أولى. معناها إيه؟ عدد الوحدات اللي بستخدمها أو اللي بضحي بيها عشان أنتج واحدة من السلع. على سبيل المثال، لو قدام سيادتك مثال بسيط، سلعتين، سلعة إكس وسلعة واي. السلعة إكس زودنا الإنتاج فيها من 0 لـ1، والسلعة واي زودنا فيها الإنتاج من قللنا فيها الإنتاج من 12 إلى 8. معنى ذلك إن الإكس زادت بواحد والواي قلت بـ4. يبقى أنا عشان أزود الإكس بواحد كان لابد أضحي بكام؟ بـ4 من واي. هي دي تكلفة الفرصة البديلة، عدد الوحدات اللي ضحيت بها من واي عشان أنتج واحدة بس منين؟ من إكس. طب تمام، ندي بقى مثال بسيط نبين منه ازاي بنحدد التخصص بناء على تكلفة الفرصة البديلة لهابرلر. طب تمام، تعال نشوف التخصص بيتم ازاي. مثال برضو بسيط قدام سيادتك، عندك دولتين، اليو اس اللي هي الولايات المتحدة، واليو كي اللي هي انجلترا، وعندك سلعتين، القمح اللي هو الدبليو، وعندك الملابس اللي هي السي.
القمح كان الانتاج في اليو اس 2 وكان في اليو كي 1، والملابس كان انتاجها في اليو اس 3 وفي اليو كي 2. يعني الولايات المتحدة بتنتج وحدتين من القمح وثلاث وحدات من الملابس، وانجلترا بتنتج واحدة من القمح وحدتين من الملابس. عايزين نحدد التخصص بناء على تكلفة الفرصة البديلة. نبدأ لكل دولة، هنشوف هنحدد التخصص ازاي. عشان احدد التخصص وفقا لهذه النظرية بنحدده بناء على تكلفة الفرصة البديلة، بحسبها. وخد بالك بقى ان دولة بتتخصص في انتاج السلع ذات تكلفة الفرصة البديلة الاقل، وانا اخترت الاقل ليه؟ لاني بتكلم عن تكاليف. طب تمام، تعال نشوف بقى الولايات المتحدة الامريكية. هحسب تكلفة الفرصة البديلة للقمح واحسب تكلفة الفرصة البديلة للايه؟ للملابس. لما نحسب تكلفة الفرصة البديلة للقمح هيطلع كام؟ 2 على 3 من الملابس. طب تمام، ولو حسبناها للملابس ان الواحد سي هيطلع 3 على 2 من القمح، معنى ذلك ان تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج القمح 2 على 3 من الملابس، وتكلفة الفرصة البديلة لإنتاج الوحدة من الملابس 1.5 من الايه؟ لإنتاج الوحدة من الملابس 1.5 من 3 على 2 من القمح، يعني 1.5 من القمح. معنى ذلك ان مين فيهم الاقل؟ هنجد ان القمح هو الاقل في تكلفة الفرصة البديلة، لذلك ده اللي احنا ايه؟ هنختاره. طب تمام، اللي عملناه في الولايات المتحدة الأمريكية هنعمله في إنجلترا. تمام، يبقى احنا عرفنا ازاي نجيب تكلفة الفرصة البديلة. يبقى انا في نظرية تكلفة الفرصة البديلة لما احب احدد التخصص بحدد التخصص بناء على تكلفة الفرصة البديلة، وبختار السلعة اللي فيها تكلفة الفرصة البديلة اقل. وجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية ان القمح هو الأقل في تكلفة الفرصة البديلة، وبناء عليه الولايات المتحدة الأمريكية هتتخصص في الإيه؟ القمح. طب ده كانت النقطة الأولى، وهي إزاي بنحدد التخصص. نيجي بقى للنقطة التانية. خد بالك إن هابلر برضو بيخضع للكلاسيك، والكلاسيك كان حاطين فرض أساسي في فروضهم. الفرض ده بيقول وهو إن تكلفة الوحدة ثابتة، لذلك هندي النقطة التانية. يا ترى لو كانت تكلفة الوحدة الثابتة، هل تكلفة الفرصة البديلة ممكن تختلف ولا لا تختلف؟ تعال نشوف. يبقى النقطة التانية هنتكلم عن تكلفة الفرصة البديلة وثبات تكلفة الايه؟ الوحدة. بشكل عام احنا هنعبر عن تكلفة الفرصة البديلة باستخدام منحنى إمكانات الإنتاج اللي هو رمزه الإنجليزي PPF. تمام، مبدئيا ميل منحنى إمكانات الإنتاج اسمه تكلفة الفرصة البديلة. وبما أني بتكلم عن ثبات التكاليف، فمن المتوقع إن ميل منحنى إمكانات الإنتاج يكون ثابت، لأنه بعبر عن تكلفة الوحدة. لأنه بعبر عن إيه؟ تكلفة الوحدة. وطالما تكلفة الوحدة ثابتة يبقى الميل هيكون ثابت، يبقى من المتوقع برضو إن يكون شكل منحنى إمكانات الإنتاج خط مستقيم. تعال ندي مثال بسيط ونشوف. لو افترضنا عندي دولتين، مصر والهند. مصر عندها سلعتين ملابس وليه؟ والقمح. والهند عندها سلعتين ملابس والقمح. تعال نشوف مصر. الملابس كان انتاج فيها من الملابس في مصر كان انتاج فيها من 0 ل 20، ومن 20 ل 60، ومن 80 ل 100، ومن 100 ل 120. ونفس الحال في القمح، من 60 ل 50. في القمح قل بقى من 60 الى 50، وبعدين قل من 50 الى 40. بص كده هتجد ان الملابس بتزداد بمقدار ثابت وهو الايه؟ ال 20. والقمح بيزداد بيقل بمقدار ثابت وهو الايه؟ ال 10. طب تمام، اللي حصل برضو في الهند هيحصل، اللي حصل في مصر هيحصل فين؟ في الهند. هتجد برضو ان الملابس بتزيد بمقدار ثابت والقمح بيقل بمقدار ثابت. تمام، نبدأ بقى نشوف. عايز اشوف مصر هتخصص في ايه والهند هتخصص في ايه. قلنا عشان نحدد التخصص بنحسب تكلفة الفرصة الايه؟ البديلة. تعال نحسب تكلفة الفرصة البديلة. نيجي الاول في الملابس، هنحسب تكلفة الفرصة البديلة للوحدة في مصر وتكلفة الفرصة البديلة للوحدة في الهند. لما نحسب تكلفة الفرصة البديلة للوحدة في الهند هنجد ان هي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا ان الملابس بتزيد بمقدار 20 والقمح بيقل بمقدار 30، معنى ذلك ان ال 20 وحدة من الملابس بتساوي ال 30 وحدة من الايه؟ من القمح. معنى ذلك لو انا عايز السي الواحدة يبقى السي عبارة عن ايه؟
اجيبها ازاي؟ اللي جنب السي يطلع في البسط، يبقى هو 20 على 30 ويت، يبقى تكلفة الوحدة من الملابس في الهند هتبقى 2 على 3 من القمح. طب نيجي نبص لمصر، احنا قلنا في مصر ان ال 20 سي بتساوي 10 دبليو، اللي جنب السي يطلع فيه البسط، يبقى السي عبارة عن 20 على 10 دبليو، يبقى السي بيساوي 2 ويت. مين الأقل؟ الهند. يبقى اذا الهند هتخصص في الملابس، والقمح نفس اللي عملناه في الملابس هنعمله في القمح، ومنطقي هتكون مصر هي اللي هتخصص في انتاج القمح. طب لو حبينا نرسم الكلام ده نعرف نرسمه؟ احنا قلنا هنعبر عن الكلام ده بالايه؟ بتكلفة الفرصة البديلة. عشان ارسم منحنى امكانات الانتاج، خد بالك، خد اول نقطتين واخر نقطتين ووصل ما بينهم بالمسطرة. يبقى ناخد اول نقطتين واخر نقطتين ووصل ما بينهم بالايه؟ بالمسطرة. تمام. اول نقطة الملابس كانت كام؟ زيرو، والقمح كام؟ 60. ده بالنسبة لمصر، تعال نرسم مصر. يبقى اول نقطة الملابس زيرو والقمح 60. النقطة الثانية القمح زيرو والملابس 620، فوصل ما بينهم، ادي منحنى امكانيات الانتاج في مصر. خد بالك هو خط مستقيم لان تكلفة الفرصة البديلة ثابتة، والميل بتاعه اللي هو تكلفة الفرصة البديلة اللي هو تكلفة الوحدة مقدار ثابت. وفي حالة مصر هيبقى تكلفة الوحدة تكلفة الفرصة البديلة بتساوي 2 على 3. طب نيجي للهند، اللي عملناه في مصر عمله فين؟ في الهند. خد بالك بقى، مبدئيا كل ما كان منحنى امكانيات الانتاج اكثر انحدارا كل ما كان ميله اكبر. يبقى كل ما كان منحنى امكانيات الانتاج اكثر انحدارا يعني واقف، كل ما كان الميل بتاعه بيزيد، كل ما تكلفة الفرصة البديلة بتزيد. مفهوم؟ طب تمام، عرفنا ازاي نرسمه. بالنسبة للهند احنا حسبناه قبل كده، وبالنسبة ل مصر احنا حسبناها قبل كده. بس سؤال، هل ممكن احسب تكلفة الفرصة البديلة لأي واحدة منهم بطريقة مختلفة؟ اه ممكن نحسبها. للقمح هجيب تكلفة الفرصة البديلة ازاي؟ اذا الزاوية بتاعتها، يبقى المقابل على المجاور. وللملابس نفس القصة، المقابل على المجاور. نيجي للقمح، المقابل ليه في مصر 120 والمجاور ليه كام؟ 60. يبقى 120 على 60. طب تمام، ونفس القصة في جنب الملابس، المقابل على المجاور. خلاص طب تمام. لكن لو طبقنا القاعدة دي هنجد ان في معلومة في النهاية عشان يبقى احنا واخدينها، ان تكلفة الفرصة البديلة هي ضرب الزاوية اللي هي بتساوي الاسعار النسبية، وقدام سيادتك طريقة اثباتها. في النهاية خالص، تكلفة الفرصة البديلة بتساوي ضرب الزاوية بتساوي التكاليف بتساوي الاسعار النسبية اللي هي بي دبليو على بي سي. وده كان نهاية المحاضرة الأولى بتاعتنا.